السلام عليكم، اسمي حسين الشمري، أنا طالب في سبرينغ انترناشونال لانجويج سنتر. بدأت هنا في المستوى الرابع وتخرجت من المعهد خلال الأترام الماضية، ولازلت مستمر في هذا المعهد، والحمد لله تطورت لغتي كثير وحققت درجة عائلة 6. ما يميز مدرسة سبرينغ هو جودة التعليم وكفاءة المعلمين، حيث أن الأغلب منهم حاصل على درجة الماجستير وقاموا في التدريس في دول أخرى، وهذا ساعدهم على الاطلاع على ثقافات مختلفة. أيضا المدرسة تساعدك وتهيئك أكاديميا للدراسات العليا هنا في أمريكا أو لمستقبلك الوظيفي أيا كان.